مشاهدي قناة نادي الزمالك العظيم، في أول ظهور إعلامي لي الأستاذ محمد نبيل المدير التنفيذي لنادي الزمالك، خلينا كده نتعرف منه على المزيد من الكواليس وأيضا الأخبار الخاصة والحصرية عبر شاشة قناة نادي الزمالك. أستاذ محمد، في البداية طبعا بهني حضرتك على تولي الإدارة أول كمدير تنفيذي لنادي الزمالك، وإن شاء الله متحمسين إن حضرتك تكون موجود وتحدث طفرة بجانب مجلس الإدارة فيما هو قادم بإذن الله. متشكر جدا لاستضافتي، وانا اللي متشرف اني موجود معاكم، وان شاء الله نقدر مع مجلس الاداره ان احنا نعمل كل حاجه كويسه لصالح نادي الزمالك باذن الله ان شاء الله. فيما يخص الاستضافه النهارده لمجلس اداره نادي الاهلي والاستعدادات، يمكن انتم في اقل من 24 ساعه كان في عمل على قدم وساق، وشفنا استقبال في الحياه بيليق باسم نادي الزمالك العظيم وايضا باسم نادي الاهلي. هو فعلا مع كل اسف يعني المده ما كانتش كافيه بالظبط، فيري شورت نوتس، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه تليق باسم نادي الزمالك، وطبعا بمجلس اداره نادي الاهلي اللي شرفنا بوجوده النهارده بقياده كابتن محمود الخطيب. هي فعلا شورت نوتس، ولكن احنا شفنا استقبال في الحقيقه اشاد به مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا المنظر البوديومز والباك دروبس اللي شفناها والريد كاربت، ففي الحقيقه كانت حاجه مشرفه جدا. هي مجموعة عمل كبيرة، ناس كتير ما نامتش ال 24 ساعة اللي فاتت، مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش حد، ولكن طبعا يعني مدير عام النادي بإدارة العلاقات العامة بالخدمات المعاونة بالشركات اللي جبناها من الخارج للتنظيم، الحمد لله قدرنا إن احنا نعمل حاجة كويسة، فبشكر الكل يعني، وبستغل الفرصة إن أنا مع حضرتك عشان أشكره. فيما يخص طبعا تولي حضرتك المهمة، أعتقد في تحديات بتقابلك، وحابب أعرف من حضرتك يعني إيه اللي هيكون موجود في المستقبل، أو إيه اللي أنتم بتجهزوه للجمهور والنادي الزمالك العظيم وأيضا أعضاء الجمعية العمومية. والله احنا يعني ما شاء الله بعد المجلس الإدارة عملوا من تعاقدات في الألعاب يعني كلنا ما شاء الله فرحانين بيها، هم علوا سقف الطموحات جدا عند الجمعية العمومية وعندنا، فأصبح دلوقتي كل خطوة احنا بنحاول ان احنا نعملها عايزين نعملها بنفس القدر بإذن الله ان شاء الله، اللي هي تليق بنادي الزمالك وتليق بالصورة الجديدة اللي احنا عايزين نوصلها للناس كلها بنادي الزمالك ان شاء الله في ثوبه الجديد. فان شاء الله بإذن الله هنلاقي في الفترة اللي جاية تطور كبير جدا في خدمات النادي، في البنية التحتية بتاعته، في المباني بتاعته، في الرياضة، في الملاعب نفسها واستعداداتها للفرق، في التنظيم والهيكلة الإدارية والهيكلة الرياضية. يعني بإذن الله إن شاء الله مش عايز أسبق الأحداث، بس تأكد إن احنا يعني هننزل لكل تفصيلة صغيرة وصولا بإذن الله إن شاء الله إن نادي الزمالك يحقق الهدف والرؤية إنه يبقى المركز الأول في كل حاجة إن شاء الله. طبعا ده كلام بروميسنج وكلام مبشر جدا لجمهور نادي الزمالك العظيم، ولما يجي من قيمه كبيره زي حضرتك كمدير تنفيذي لنادي الزمالك بالتاكيد كلام له ثقل، ولكن عايز اخد حضرتك لجزئيه هامه اخرى، وهي الزياره التاريخيه اللي قام بها مسؤولي نادي الاهلي النهارده على راسهم الكابتن محمود خطيب لنادينا العظيم. والله ناس كتير جدا جدا بما فيهم انا شخصيا يعني خليني اقول لحضرتك كنا يعني متمنيين ان الزياره دي انها تحصل، لأن الزيارة دي فيها جزء مهم جدا زي ما يعني السادة رؤساء مجلس الإدارة في النادي الزمالك وفي النادي الأهلي قالوا، هي هترفع حتة التعصب بإذن الله إن شاء الله اللي كانت موجودة، فإحنا بنتعشم إن شاء الله بإذن الله إن التعصب المذموم اللي كان موجود إنه يقل أو ينتهي مع الوقت إن شاء الله بإذن الله، بجانب طبعا إن إحنا تشرفنا بوجودهم، وهي في الأول وفي الآخر هي رياضة، والرياضة جزء منها هي الأخلاق الرياضية، بل بالعكس احنا كلنا بنلعب ولادنا رياضة علشان يتعلموا من خلالها الأخلاق الرياضية. فنهاردة يعني اعتقد ان الضرب اكبر مثل في الموضوع ده، ويمكن مش عارف الزيارة اللي فاتت كانت من كام سنة المجلس 14 سنة، فطبعا يعني حدث كبير جدا وتشرفنا بوجودهم، وان شاء الله دايما تبقى علاقة الود والأخوة موجودة ما بين الناديين. أختم مع حضرتك بالكلمة اللي حضرتك لسه قايلها حالا، وهي هو ده الهدف الأسمى من الرياضة. في الحقيقة قيمة كبيرة جدا، بتشرف إن حضرتك كنت موجود معانا في أول ظهور إعلامي على قناة نادي الزمالك العظيم، وبنتمنى لحضرتك كل توفيق فيما هو قادم، وإن شاء الله نكون موجودين مع حضرتك هنا في المكتب ده عشان نبارك ونحتفل بأحداث كبرى إن شاء الله فيما يخص الرياضة المصرية، لأن في الحقيقة هو ده دور نادي الزمالك والمسؤولية المجتمعية.
أنا اللي اتشرفت بوجودي معاكم، وإن شاء الله بإذن الله أول بأول حضراتكم تبقوا صحاب السبق في إنكم تعرفوا كل جديد عن نادي الزمالك، واتشرف بوجودي معاكم. متشكر جدا. مشاهدي قناة نادي الزمالك العظيم، طبعا تصريحات وكواليس وبعض من ردود الأفعال من الكابتن أو الأستاذ محمد نبيل المدير التنفيذي لنادي الزمالك في أول ظهور إعلامي له عبر شاشة قناة الزمالك أو عبر أي منصة إعلامية.